يعني الواقع يشهد اليوم. مواقيت الصلاة خلاف، الصلاة خلاف، الكذا خلاف. هل كان الصحابة على هذا؟ قالوا ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة الذين اجتمعوا على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. يفتي الصغار اليوم ببعض المسائل وبعض كذا وبعض، ويشوش والله يشوش على الناس، هذا ما يصلح. نعم، بهذا ولله الحمد تمت الأصول الثلاثة. فمن شارك معي في الدرس ولديه سؤال في الدرس يسأل، وإذا كان ليس هناك سؤال غدا إن شاء الله تعالى الساعة 11:30 يكون هناك اختبار تحريري، لأننا نريد نعرف هل المعلومات يعني ثبتت أم لا. بسم الله في الدرس. نعم، لم يذكر لمن بعث النبي عليه السلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى قوم خاصة، إلى العرب، إلى من؟ نعم، إلى من؟ إلى قومه، إلى العرب. دقيقة. نعم، إلى الإنس والجن. طيب سؤال ثاني. نعم، إلى الإنس والجن. إذا تخلف أحد عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، كافر؟ نعم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فتح الله عليك. أحسنت. نعم، البراءة من الشرك وأهله قلنا تكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب لا بد أن يبغض الكفار وأعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع، يبغض كل محرم. باللسان يصرح بلسانه إنني براء مما تعبدون. بالجوارح لا يخالط هؤلاء ويساكنهم وآكلهم ويجلس معهم في شرب الخمر والخنزير وغيره. في الأعياد كأس العالم مصارع الحرة. قال لي رجل يوم، قال اسمع كل شيء تكلم به ما عندي إشكال إلا كأس العالم. نعم، كأس العالم. لا والله، والله في مباراة في كأس العالم سجل هذا الكافر هدف، هذا من الانفعال وكذا. قال ينصر دينك. ينصر دينك. نعم، بعدين قال ما في داعي ندرس الناس التوحيد. هناك فرق بين الدعوة إلى الله فقولا له قولا لينا لفرعون، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كذلك التعامل مع الكفار، تؤذيه؟ ها؟ تخون الأمانة؟ لا، هذا أمر وهذا أمر. البراءة شيء، وقلنا أحيانا يكون والد نسأل الله السلامة عافية كافر، ماذا يصنع؟ وصاحبهم في الدنيا معروف، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لكن يبغضه لأنه كافر ويحب محبة طبيعية. إنك لا تهدي من أحببت. مفهوم؟ نعم. عندي طبعا إشكالية كل التوضيح في مسألة الذبح. إيه؟ ثلاث هي أقسام. قسم في قسم مباح. نعم. مثلا جاني ضيف أو شذا ذبحت له بالسبب، يعني ذبحت له أي ذبيحة. أيوه. فهل يكون جائز إذا جاء ضيف عنده وراح ذهب إلى مكان الذبح وذبح وطبخ وقدم للضيف، يصح؟ لا، لكن أنا ذبحت بالسبب. ما في إشكال. نعم، بل أحيانا يكون واجب هذا إكرام الضيف، لكن إذا أقبل الضيف عليك تخرج بالذبائح وتذبح في وجه الضيف هذا شرك أكبر. مفهوم؟ نعم. حتى أمراء وينه؟ نعم،
بالنسبة سؤال بالنسبة للشعوذة اللي يعلق مثلا رأس، هذا هو السؤال؟ نعم، ما في غيره. لا يعني ايوه الحسد مثلا العين ولا اي نعم. طب بالنسبة للآيات القرآنية، هل يقول أخذنا في الدرس أنه لا يعلق رأس الثور، أعن الذئاب، الحافر، إطارات، نعل قديمة، الكف، خمسة وخميسة، يكتب بعض الكتابات، عين الحسود لا تسود، المهم يكتب بعض الكتابات. يقول ما حكم تعليق الآيات من القرآن؟ تعليق الآيات، التعليق محرم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا القرآن حتى نعلق ونزين به الجدران، الحمد لله، هذا الصحيح. ثم ما الدليل أنه حرام؟ نعم أذكر الدليل. الأول لدخول هذا التعليق تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم. الثاني كراهية السلف، والكراهية عند السلف تحريم، وكره هذا ابن مسعود أي حرم. الثالث فيه فتح باب شر على الناس، لأنه من رأك تعلق ظن أن كل التعليق جائز. وفيه أحيانا امتهان للقرآن، نعم أنت تعرف أحيانا أضع المصحف في السيارة مثلا، قال مجرد يشتري سيارة، هذا اشترى سيارة جديدة 2000 وكذا، هذا قال له ضع فيها مصحف، يضع المصحف يأتي على الغبار ولا يقرأ فيه، ويجلس هذا أحيانا وضع رجله عليها والولد، نعم. هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم على الدواب التي كانت له مصحف وضع أو شيء من القرآن؟ هل علق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ الحمد لله، إذا لم يعلق عليه الصلاة والسلام لا تعلق. نعم أخي. في سؤال الأول أنه نقول هو تارك الصلاة يموت كما تفضلت، أنه لا يدفن ولا يغسل، لم يتركها جحود، إنما يعني غلب عليه أنه أخذته زي ما تقول حب الدنيا والشيطان أبقى فيه، ثم كان قد يكون ينوي. خلاص أنا فهمت. بعده ثم في ثاني مات. السؤال الثاني، لا سؤال واحد. بالله في مسلم يدافع عن إنسان تارك للصلاة لا يصلي أبد؟ صلي، قال ما أصلي يا أخي. الجمعة، قال لا جمعة. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد؟ لا يعني سبحان الله، نقدم قول وعاطفة، أين هذا؟ أين الإسلام لديه؟ العهد كان، اسمع حال الصحابة رضوان الله، كان يؤتى بالرجل يهادى به، يعني ما يستطيع المشي، يهادى به بين الرجلين ولا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق، هذا مريض معذور، يلزم الجماعة، يأتي الجماعة. إذا ماذا تريد من الكفار؟ تقول الكفار لا تصلوا تدخل الجنة. أسمع يعني هذه الفتوى الآن عندنا الموجودة، يعني من يفتيك بهذا يأتيه قال أصلي، قال لا تصلي تدخل الجنة، قال نعم تدخل الجنة، قال طيب أسب الرب، قال نعم سب، كيف قلبك؟ قال مطمئن، قال سب إيه؟ قال ها الربا، قال الربا يقوي الاقتصاد، نعم فوائد هذه ما هي بربا، كل الربا، ما بقي في الدين شيء. إذا نسب الرب ونترك الصلاة ونصنع إيش بقي في الدين؟ كيف يعرف هذا أنه مسلم من كافر إذا ما يصلي؟ سبحان عجب. بعدين يضافع عن بعض الناس، يعني نصب نفسه مو مدافع عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف والفرق بين الموحد والمنافق، يدافع عن هؤلاء لا صلاة. يا أخي تقول له اسمع اتق الله صلي، إذا لم تصلي لا نكفلك ولا نصلي عليك ولا قال ما أريد أصلي، امشي صلي أنت وكذا. إيه والله، والله واحد يقول كن مع هؤلاء الذين خذوه فغلوه، سبحان الله يستهزئ ويسب، وقال مسلم يترك الصلاة، قال مسلم يترك الصلاة بالكلية لا يصلي. نعم أخي،
في سؤالي ما كان نفس ما فهمته انت مع كامل احترامي. انا غلطان. ليست هذا بالعكس. طب اذا انا غلطان. حيث تطيل بالك معنا لانه انت تفكر السعوديه وال انا ما افكر في السعوديه. الله يبارك فيك. طيب. ما تتهمني انا اقول انا ما اتهمك والله ما قلت عنك شيء. في سؤالي قلت لي بس سؤال ليش تقول لي؟ طيب هات السؤال الثاني يلا. الله يبارك فيك لانه اذا ما انت ما علاش النجاح؟ انا اقول لك شيء. انا افهم. وانت اخونا وسيدنا. طيب اسال. اسال اسال. غلبني الشيطان. ايوه يعني ما الحمد لله الذي يقول انا غلبني الشيطان وانا اصلي الحمد لله. احنا الان هذا الكلام ليس من باب اننا نريد نكفر ونخرجه من المله. اسمع واحنا قلنا لا تلزم هذا وتقول عليه كافر. احنا نخوفه حتى يصلي. احنا نريد منه ماذا؟ ان ياتي ويصلي. فقال غلبني الشيطان اصلي. اهلا وسهلا تعال. احنا نريد نحثه وناتي به للمسجد. فهمت علي؟ لكننا ما نكفر اشخاص ابدا. انا اريد اوضح المساله. يعني الان ترجع الي وتقول يا اخي خاف الله قد تكون زوجتك كذا. هذا شوف الاخذ الناس. اسمع اخذ الناس بالحزم هي طريقه السلف. ما هو السعوديه ولا الدين دين في السعوديه وفي الهند وفي كذا. أنا أعرف. طيب إذا معناه في السويد لا تصلي ولا تصنع ولا تصنع. نحن نقول في السويد أو في أي مكان على وجه الأرض أي إنسان لا يصلي تخوف بالله. هذا من باب اسمعني أنت. لا إحنا ما قلنا لك كفر أحد. وفي الدرس قلنا وعدنا أكثر من مرة لا تكفر أحد. لكن يا أخواننا الأدلة وتخويف الناس ولابد تربية الناس على الصلاة. وتقول أنت مذنب. قال أنا مذنب. قلت الحمد لله من اليوم تصلي. صليت العشاء. قال لا. قل قم توضأ الآن أصلي. وأنا قلت لك الآن في المثال هذا قال ما أصلي ولا أقول أنا مذنب. الذي يقول أنا مذنب الحمد لله معناه يصلي. تعرف هو لو يصلي صلاة واحدة لا إشكال ما يكفر. فهمت؟ نحن قلنا أنه يترك الصلاة بالكلية. ما يصلي أبد ولا يريد يصلي ولا يأتي المسجد ولا يقول أنا مذنب ولا غيره. طيب الحمد لله غيره. يعني المقصود ترك الصلاة هو الذي يترك الصلاة يعني من الكلية. بس من اللي يعني يترك الصلاة من الكلية هكذا يعني والله يصلي في حياتي كله يعني. ممكن في أناس في أناس وجدوا أنه يعرض حتى على السيف. يقال له صلي أو نضرب عنقك. يقول ما أصلي. يا أخي أنا الحين الآن عيد الأضحى ولا الصلاة المفروضة؟ لا بس اتركنا. عفوا يا شيخ والله بس أردت أن أوضح. إذن إذا كان يترك الصلاة بالكلية لا يصلي فهو كافر. كان يصلي ويترك هذا لا يكفر. يعني يصلي ويترك الصلاة ثم يرجع يتوب ويصلي هذا لا يكفر. مفهوم؟ نعم عائشة. سؤال خارج عن الموضوع. لا خارج الموضوع ما نريد. طب في تعليق بسيط بس على موضوع الصلاة. يعني تخيل شخص لو انه بيشتغل في مصنع وما اجى على الدوام مدة اسبوع صاحب العمل يمكن يخرج من العمل. نعم. فما بالك بما شخص ما يصلي اكثر من شهر او شهرين. شوف الان التوبة مقبولة. لذلك نحن نقول توب الى الله وصلي. البعض احيانا انت تسمع انه يعني يؤخر الصلاه يتكاسل في يوم وكذا لكنه يتركها بالكليه. هذا هو الكلام الذي كنا نقول. التعليق مع الانكار يعني خلاص هذا كفى خرج من المله. الحمد لله. طيب غيره. لا من الذي شارك معنا؟ نعم في حديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما حضر لثلاث جمعات متتابعة طبع على قلبه. واللي عنده عمل ما فيه. إذا كان الإنسان لديه عذر. إذا كان الإنسان لديه عذر كان يكون مثلا يعمل مثلا حارس على شركة مثلا ولا يستطيع أن يترك لأنه لو خرج يعني سرقته كذا. فالله حسيبه على هذا. إذا عمله هذا وما يستطيع الخروج انتهى الأمر. معذور. لا معذور ما في إشكال. هذا معذور. يعني كان
يعني بعض الناس حتى في أزمنة السلف أنه كانوا على الثغور وعلى كذا وعلى أمور، فهؤلاء لديهم عذر، الذي لديه عذر لا إشكال، نحن نتكلم الذي ليس لديه عذر، الحديث ممن ليس له عذر. نعم. الحديث تكلمنا عن الانتقال، توكلت عليك ثم على الله. لا، التوكل لا يمكن أن يقول إلا توكلت على الله. الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له توكلت عليك وعلى الله، قال وجعلتني لله مدا. لا لا، هذا ما شاء الله وشئت. قال ما شاء الله وشئت، قال وجعلتني لله مدا. نعم، بل ما شاء الله وحده. ولكن قل توكلت عليك ثم على الله. يا أخي مو توكلت. ما شاء الله وحده. عدنا الحديث. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، هذه أعلى مرتبة، ويصح أن يقول ما شاء الله ثم شئت، يصح ولا إشكال. نعم. ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة إن شاء الله نأخذها غدا مع الدروس المهمة بإذن الله. تبغى أسمع وأسمع الآن، ما عندي إشكال إن شاء الله غدا. أقسام التوحيد. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. يمكن واحد يقول يعني أو يشهد أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني الآن يسأل الأخ يقول بعض الناس لا يعرف أنواع التوحيد، لا يعرف أنواع التوحيد، لكن تسأله هل أنت تقر أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر؟ يقول نعم. تثبت لله الأسماء والصفات؟ يقول نعم. تعبد غير الله؟ قال لا والله ما أعبد إلا الله. هذا موحد، مفهوم؟ طيب، تسأل هذا عن أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات، قال ما أعرف. قم صلي وصلي الصلاة تامة بشروطه وأركانه واجباته، صلاته صحيحة. يعني الآن بعض الناس هو لا يعرف أنواع التوحيد، لكن تسأل عنها تقول هل تعبد غير الله؟ يقول لا. من هو الخالق؟ من الرازق؟ من المحي؟ من المميت المدبر؟ يقول الله. عرفت؟ أي هذا لا، هذا موحد ولا يحتاج إلى شيء من هذا. تسأل عن معنى لا إله إلا الله، يقول معنى لا إله إلا الله أن كل ما يعبد من دون الله عبادته باطل، والمستحق للعبادة هو الله، هذا موحد. فهمت؟ أي نعم. اللي شاركوا معنا فقط، كم سؤال تأخذ أنت؟ كل واحد سؤال احنا قلنا. خلي مهم عندك. أي طهات السؤال. ذكرنا في الدرس معنى لا إله إلا الله. نعم. وكيف تنقسم كلمة لا إله إلا الله؟ لكن لم نذكر شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله إن شاء الله غدا تأتينا في الدروس المهمة. طيب. طيب نكتفي بهذا المقدار. أي غدا إن شاء الله تعالى نأخذ الاختبار قبل الظهر، وبعد الظهر ندرس إن شاء الله تعالى متن القواعد الأربعة، الساعة 11:30 اختبار أصول الثلاثة، وبعد الظهر